راجل مسلسلي ناجح، مسلسلي مكسر الدنيا، تمام؟ لانها لو دامت لغيرك ما كانتش تجيلك، فاهم قصدي؟ فالنهارده انا 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 همي ان انا قاعد بفكر السنه الجايه والسنه اللي بعديها ازاي احافظ على حب الناس ليا، مش على نجاحي. حب الناس ليا عندي فكره ابرك من نجاحي. اتعلمت من تجربه حد؟ لا، ده انا اقول لك اتعظت من شيء معين؟ مفيش حد، مفيش. بص، لا تكن مغرورا فتندم، ولا تكن واثقا فتصدم. الغرور بدايه النهايه. تمام. انا النهارده انا ستي، انا مسلسلي انجح مسلسل، تمام، الف شكر والحمد لله رب العالمين. انا اللي شاغلني ان انا قاعد بقى امشي اقول لك انا انجح مسلسل؟ لا، انا شاغلني ان انا السنه الجايه ابقى انجح مسلسل، والسنه بعدها انجح مسلسل. ناجح ولا انجح؟ لا، انجح. ما هو النجاح سهل. يعني يشغلك السنه الجايه ان انت تبقى مسلسل ناجح جدا، ولا ابقى انجح مسلسل؟ لا، يشغلني ان انا ابقى انجح من حق عرب. تمام، من حق عرب. من حق عرب، انا ببتدي من عندي مش من عند حد. بتنافس نفسك بس يعني. انا بقى انجح من حق عرب. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، انا يهمني حب الناس اكتر من النجاح. يعني انا انجح والناس ما بتحبنيش، ما اشتريش. حب الناس جزء كبير من نجاح مسلسلك، من نجاح حق عرب؟ طبعا، حب الناس ليا ده هو ده هو ده الموضوع. انا بقول لك الكلام ده من قلبي، حب الناس ليا هو اللي نايمني مبسوط. بتراهن عليه؟ عارف ان الرهان على حب الناس كسبان في كل الاتجاهات، شغل او غير شغل. ايوه طبعا، لان انت عايش بحب. انت النهارده في منطقه في منطقه، وانت انهي يبصدك اكتر؟ تبقى اقوى واحد في المنطقه، ولا اخطر واحد الناس بتحبه؟ لا، اخطر واحد الناس بتحبه. يهمنا بقى اغنى واحد في المنطقه، ولا اخطر واحد الناس بتحبه؟ واخطر واحد الناس بتحبه، فاهم قصدي؟ هو ده الموضوع، ان انت تنزل الشارع فاقعد يقعد 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 يقعد، كان في المنطقه مش كان ما ده اللي يبسطني. لكن انت نازل وبتاع مش عارف ايه، بس انت اغنى واحد فيهم، مش عايز. طب اقوى واحد؟ اقوى واحد والناس بتحبني، فاهم قصدي؟ بس الناس بتحب القوي، تمام؟ يعني قوي المحبوب، قوي البطل المحبوب. الشعبي، قوي المحبوب. ما هو هي دي، ما هو البطل شفت الشعبي. ترجعتي ان قناعاتي هي اللي انت بتشوفيها. ايوه، دي قناعاتي، تمام؟ فانت تقعد تحارب فيها وتضرب فيها وتتفه منها، اعمل اللي انت عايزه. انا مش هغير دماغي، انا كبرت كده وافضل كده.